اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بتحبونا ويشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. حضراتكم ملاحظين حاجة إن في الألوان الحمراء على الكاونتر بتاعنا هي تعتبر بنسبة 90%. إذا كان طبعا الحاجة اللي احنا عاملينها اللي هي بتعبر عن حبنا لأولادنا وأسرتنا وزوجاتنا وأزواجنا وحماتك وماما ده مهم جدا، ولكن انا دوري النهارده في المطبخ اساعدك تعملي حاجات لطيفه وبسيطه وتعبر عن مشاعر كتيره تجاهك واتجاه اسرتك اللطيفه. تعالوا مع بعض نشوف هنعمل ايه. هنعمل النهارده البيتزا برولز، هنعملها بالسجق، واكيد هيكون فيها افكار بسيطه وسهله، والسفره الحلوه اذا كان فيها ورد احمر فيها كلام حلو لا تغني عن طبعا يكون فيها كمان اكله حلوه مهمه جدا. النهارده كمان هنعمل طبق مكرونه لطيف بالخضار، الخضار بتاعنا هيكون في متناول الجميع، الفلفل الحمراء برضو هتكون هي مسيطره على طبق المكرونه بالخضار، ولكن الريد فلفل اللي هو المعروف الكيكه الحمراء او الكيكه المخمليه هتشوف تتعمل ازاي، اكيد طريقتها مميزه ومقاديرها فيها شويه تميز. النهارده هنعملها بطريقه بسيطه وهعلمك ازاي تقدري تعملي حاجات بسيطه وسهله وتعبري عن مشاعر صادقه اتجاه اسرتك وزوجك واولادك. بالتاكيد البيت المصري والبيت العربي بيكون فيه حب وفيه دفء باكله حلوه بكلام حلو بيتقال عشان نقدر ان احنا نتعايش ونسير الحياه. ولكن عايز اقول حاجه مهمه جدا، الورد الاحمر والكلام الحلو ده ما يغنيش عن حله محشي كرنب لازم تكون على السفره بصراحه. يعني حله محشي كرنب حلوه كده بشويه عكاوي بشويه لحمه راس، يعني الحاجات اللطيفه لازم الاكله الحلوه عشان بعدها يبقى الكلام الحلو. انا مش عايز اخش في تفاصيل، حاجات بسيطه النهارده وسهله، اتعودت من الشيف المغازي دايما بيكون على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه، ما بيفوتناش فرصه ولا مناسبه الا ما نعبر عنها بطريقتنا الخاصه. خلينا نطلع فاصل صغير وبعد الفاصل اوعى تروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. تقدري ازاي تعبري عن مشاعر صادقه؟ وانا متاكد الام بطبيعتها مشاعرها صادقه اتجاه اسرتها وزوجها وحماتها ومامتها واولادها. تعالوا نعمل مع بعض ازاي كيكه بيسموها الكيك الكب كيك او الريد فيلفت اللي هو الكيك المخملي. مخملي يعني بياخد تفاصيل صغيره، بياخد في المقادير بتاعته زبادي واللون الاحمر عشان نبقوا عارفين تفاصيل الكيكه اللي بنشوفها على السوشيال ميديا او الكب كيك، وبيتزين بالسكر البودر مخلوط بسائل حليب او بكريمه لباني، بيبقى كريمه السكري اللي موجوده اللي بنحطها على السينابون العاديه خالص. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي. بطريقه سهله هنخفق البيض الاول مع السكر كالعاده، واللون الاحمر ده لما نشتريه من اي محل بتاع ادوات غذائيه او محل بتاع ادوات الكيك طبعا لازم نتاكد ان هو صالح، يعني بيبقى مكتوب عليه صالح للاستخدام المطبخ او لسلامه الغذاء. الحاجات دي مهمه جدا علشان طبعا لازم يكون صحي لاولادنا. البيض هنا بنخلطه مع السكر بالشكل ده كده، اول حاجه بنحط عليهم شوية فانيليا، كيكة عادية خالص بس بدل ما بنستخدم الحليب بنستخدم زبادي مخفوق. بالشكل ده كده، زبادي مخفوق. حلو الكلام؟ هنقلب البيض بالسكر بالفانيليا. أنا عايز بطريقة بسيطة وسهلة تقدري تعملي حاجة في البيت، إنما إنك تروحي على أي محل بتاع حلويات وتشتري حاجات كيك أو تشتري تورتاية والحاجات اللي موجودة دي سهل جدا. بس من وجهة نظري أنا يعني السهل الممتنع ده أنا ما بحبوش، لازم تخش المطبخ تعملي حاجة بنفسك حتى لو تعملي أكلة حلوة. حلو الكلام. لو جبت فلفل أحمر رومي وحشتيه لحمة مفرومة مع رز ده أحلى طبعا تعبير وأحلى جو تقدر تقدميه. عملت حلة محشي كرومبي بلحمة ضاني بلحمة راس بعكاوي برضو تعبير حلو. أدي البيض كده اتخفق بالسكر عادي زي الفل،
ونحط عليه الزبادي. حلو. يعني هنقضيها كيكه يا شيف وخلاص؟ لا طبعا، هنعمل النهارده البيتزا بطريقه جديده، وهنعمل طبق مكرونه جامد جدا بالخضار. ده زبادي اهوت مخفوق مع البيض والسكر. زبادي مخفوق مع بيض وسكر. حلو اهو. نيجي بقى للالوان، الالوان الصناعيه والالوان الطبيعيه، في منها كتير عشان نبقى واضحين مع بعض. تقدري تحطي لون، تجيب البنجر ويتسلق، وبعد ما يتسلق تضربيه في الخلاط يبقى عندك قوام البنجر خفيف، تلوني بيه الكيكه بتاعتك. دي رقم واحد. رقم اتنين، تقدري تجيبي لون باودر زي ده كده وتلوني الكيكه بتاعتنا. تقدري تجيبي لون احمر سائل موجود عندنا وتلوني الكيكه بتاعتنا، ده اختياري حسب الرغبه. تقدري تجيبي عصير فراوله تضربيه في الخلاط وتلوني الكيكه بتاعتنا، دي اختيارات ليكي انت، تقدري بدايل ليكي، يعني مش موجود اللون ده في السوبر ماركت اللي في المنطقه، تقدري لها بدايل كتيره قوي. احنا معانا اللون الاحمر ده كده، بنحط منه خلي بالك المضرب اللي هنشتغل بيه كده اهو، شفت اللون اهو ده، ايه رايك في اللون ده؟ اهو برضو فاتح شويه، نحط اللون الباودر ده كده اهو. والالوان دي كلها الوان صناعيه مسموح بيها اهو. حلو اهو كده، اللون تمام معنا زي الفل اهو. دايما اللون الباودر بيديك اللون الاحمر الغامق الحلو اللي زي الشكل ده كده. زي الفل يا عم الشيف. نخلي المقادير دي كده على جنب، ناخد ده كده نخليه على جنب عشان ممكن يغرق لك الدنيا. خلي بالك طبق صغير كده بنحطه، الحاجات الصغيره دي مهمه جدا. ناخد الدقيق مع البيكنج باودر بنقلبه، دقيق بيكنج باودر لوحدهم كده، معانا شوية ملح وشوية خل أبيض، ده مكتوب في المقادير. ممكن نطلع بالمقادير تاني، شوية ملح، معلقة خل بيضة كده زي الفل. ليه الخل الأبيض يا شيف؟ عشان تبقى الكب كيك بتاعنا طري وزي الفل أهو. نقلبهم كويس. شفت أنا عملت إيه؟ طبق وأحط فيه المضرب جنبي، يعني ده اللون ده ممكن يغرق لك المطبخ حاجات كتيرة قوي. ناخد الخليط ده كده، الله. ودي بصراحة يعني بفتح التلفزيون بفتح القنوات كله غرقان لون الأحمر دلوقتي. انت اطلعي من الجو ده وخليكي انت مختلفة. شفت انت شايف المغازي بيتكلم الطبيعي، خليكي انت دايما مختلفة. هتعملي ايه؟ حلة محشي كرنب، والله العظيم أحلى تعبير وأحلى مشاعر تقدري تعبري بيها، لان حله محشي كرنب فيها شغل، فيها تعب وفيها شقة. اجيب كرباية واغسلها واسلقها بشويه ميه بشويه ملح بشويه كمون. شفت المقادير اهو زي الفل. عندي القوالب جاهزه، بوزع المقدار ده كده في قلب القوالب. الله، هو ده سهل جدا. بمعلقه لون احمر قدرنا نعبر. لا لازم الكلام الحلو، ولازم طبعا الاكله الحلوه على السفره، ده مهم جدا على فكره، مش ان انا اعمل الكيكه وخلاص حمراء وخلص الكلام، لا 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 لا. شويه زيت صغيرين، ربع كوب تقريبا انا نسيت، ونقلب الخليط ده كده. وعندك قوالب الكب كيك اهيت معانا موجوده في السوق اشكال والوان. احنا جايبين الحجم الكبير عشان بعد ما تستوي هنزينها طبعا اكيد بكريمه السكر. ايه كريمه السكر يا عم الشيف؟ سكر بودر مخلوط يا اما بحليب سائل او مخلوط بكريمه لباني زي ما انت عايز، بس طبعا تبقى ايه كميه قليله جدا، وتحط السكر البودر وتقلبيه كويس ياخد طعم الفانيليا. اهلا وسهلا. ده الخليط جاهز معانا اهوت. شفت بقت ناعمه ازاي؟ ده الكيك المخملي او الريد فيلفت اللي احنا عارفينه، المسمى بتاعه بنشوفه دايما في ايام الفالنتين، معمول بكتير بالشكل ده. شفت القوام؟ بص على الحلاوه، بص على الجمال. هو ده. تاني
تعالوا بقى نوزعه في القوالب بتاعتنا. تمام، نشيل دي من هنا خالص عشان دي عامله لي ايه مشاكل، اللون الاحمر ده كده اه زي الفل. ونوزع الخليط يا عم الشيف في قلب القوالب واحنا مع بعض كده. اه بسم الله الرحمن الرحيم، ناخد ده كده اه. حلوه، ونحط كده نفس الطريقه اهو. طبعا انا عايزك بقى ايه، فرصه عظيمه النهارده عيد الحب، اليوم اللي نقدر ان احنا نعبر عن حاجات كتيره ومشاعر جوانا تجاه حماتك، تجاه ماما رقم واحد، تجاه زوجك رقم واحد برضه عشان ما حدش يزعل مني، اولادك طبعا دول في القمه، الحاجات دي كلها، اسرتك وعائلتك ده مهم جدا، وكمان الجيران. لما تخبط على الجار صباح الخير صباح النور، النهارده عيد الحب، في تسامح، في مشكله نقدر ان احنا نسامح بعضينا، فرصه لما نختار المناسبات الحلوه ونعمل الايه اللي علينا. خلي بالك اه زي الفل. درجة حرارة الفرن عندك 180 لست الكل، ده أكيد، اوعى تكوني ناسية إنك أنت مولعة الفرن. الدنيا كلها النهارده لون أحمر، ورد أحمر، الأكل لونه أحمر، الحلويات لونها حمراء، حتى اللي بعض يعني الأحبة بيلبسوا ملابس حمراء واللون الأحمر على الشاشة، المقادير على الشاشة، الله حلو قوي زي الفل. اكتبيها ورايا كده سهلة خالص. الكيك المخملي او الريد فيليبت معروف، عباره عن 3 كوبايات من الدقيق، 3 بيضات، نص كوب من السكر او 1 كوب من السكر، السكر دايما اختياري، كوبايه زي نص كوب ده اختياري، كوب من الزبادي مخفوق جيدا لازم يتخفق كويس عشان هنستخدمه، معلقه خل، معلقه ملح، معلقه بيكنج باودر، حلو اهو زي الفل، وفانيليا. لا هو ده المتماسك، ده البيض مع الزيت اه، ولازم طبعا لانه الكيك المخملي ده لازم عشان بعد ما يستوي احنا بناخد شويه منه ونفركه جامد عشان نزين بيه الكيك اللي هو ده، احنا عاملين واحده جاهزه عندنا في الثلاجه اه. اه هنشوف الكلام ده دلوقتي مع بعض اه زي الفل. درجه حراره الفرن عندي 180 بندخلها الفرن يا عم الشيف اه. دول كام؟ 9. حلو قوي اه زي الفل بالشكل ده كده. يلا مع السلامة اه. تمام، هنقفل الفرن بتاعنا، ولكن قبل ما نطلع الفاصل معلش بعد إذن حضراتكم هنوضح حاجة بس. اللون الأحمر بعد كده أو القوام ده كده علشان يديني في الآخر الكيك ده، ده الكيك اه، ده بعد كده بيتبشر بالشكل ده كده بعد ما بتبرد طبعا، وبنقدر إن احنا نزين بيه بقى الكيكة بتاعتنا، ونمشي في الصالون نلاقي اللون الاحمر ده، في المطبخ بنلاقي اللون الاحمر ده، وده طبعا انا من وجهه نظري مشاعر حلوه، ولكن برضو المشاعر الصادقه مع حله محشي كرنب، ما تنسيش حله محشي ورق عنب، اكله حلوه جوزك بيحبها، حماتك بتحبها، ماما بتحبها، ده التعبير الصادق من وجهه نظري على السفره بتاعتنا. خلينا ناخد بعدين نطلع فاصل صغير، اوعى تروحوا بعيد عشان معانا بيتزا ومعانا صينيه مكرونه بالخضار جامده جدا، اوعى تروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، واللون الاحمر في الكاونتر مش عايز اقول لكم في كل حته بمشي الاقي الاحمر. حلو الكلام، تعالوا مع بعض. دي كيكه احنا عاملينها جايين بدري طبعا ومجهزين، واحلى حاجه ان تبقى جوه نواياك ايه ونيتك ايه. الراجل لما يصحى الصبح كده يلاقيك عامله كب كيك باللون الاحمر، عامله بان كيك باللون الاحمر، نفس المقادير اللي كنا شغالين بيها من شويه تقدري تعمليها بان كيك
في طاسه صغيره كده وتعملي حاجات زي القطايف وتحط عليها عسل او تحط عليها قشطه، واعتقد دي احلى حاجه واحلى صباح الصبح مع فنجان قهوه وخلص الكلام. تعالوا مع بعض نشوف كده جزء من الكيكه الحلوه دي كده. شفتوا ازاي اللون الاحمر؟ اه تمام. طبق كده زي الفل. اللهم صل على النبي. الله. حاضر اجيب لك واحده دلوقتي. عينيا. اه. ايه رايك في الحلاوه دي يا شفيق؟ ايه الجمال ده؟ اه اه. حلو؟ مع كوبايه شاي، شويه فروت سلط. تبقى لطيفه وجميله على فكره. دي تتقدم مع فروت سلط او كوبايه قهوه او شاي. بألف انا وشفا حبيبي. طب تعالوا مع بعض نعمل ازاي البيتزا اللي هنعملها دلوقتي مع بعض. ده المفيد بيني وبينكم يعني. تعمل يا شيف كيك احمر بقى اي حاجه احنا عايزينها ناكل النهارده. معايا مقادير البيتزا على الشاشه استاذه رحاب بعد اذنك. معانا الدقيق 3 كوبايات، معانا سجق حلو، ومعانا خضار فلفل طماطم اكيد موزاريلا زيتون، الجبن اساسي معانا في الموضوع حلو الكلام، والصوص بتاع البيتزا او التوبنج بتاعها الصلصه الحلوه اللي بتبقى معانا دايما جاهزه او ان احنا بنعملها مع بعض. ولكن قبل ما نعمل البيتزا خلينا نتكلم عن افكار حلوه، خلينا نتكلم عن افكار حلوه لعمل البيتزا او عجينه البيتزا. حلو قوي ده، مهم جدا. كل ما يجي معايا لون احمر احط الاولاد على فكره بيحبوا الحاجات دي. مخرج بيقول لي قطعه الجاتوه دي مفيش حاجه حواليها كده اهو احمر اهو احمر. انا شايفك لابس احمر النهارده كمان. حلو تمام. ما هو البوكيه الوردي بالشيء الفلاني دلوقتي ايه المشكله؟ الحاجات دي ما كلفتناش حاجه. ثلاثه تعريف دقيق ولون احمر. تعالوا نشوف عجينه البيتزا مع بعض هنعملها ازاي رولز بطريقه جديده وافكار جديده. حلو قوي. بنفرد العجينه اللي شفنا مقاديرها من شويه ونعمل التوبنج بتاعها مع بعض بطريقه سهله وبسيطه. شويه دقيق الله. وخلي بالك لازم العجينه تاخد مراحل التخمير بتاعتها. ايه هي مراحل التخمير؟ نص ساعه بعد العجين مباشره بعد ما نخلط الدقيق بالخميره والسكر. دايما تحط معلقه سكر على الخميره علشان تشتغل معاك بسرعه. شفت العجينه بتتفرد لوحدها ازاي بدون مجهود، علشان مرحله التخمير دي مهمه وخاصه في ايام الشتاء. فحاولي تعجني العجينه بميه دافيه عشان تاخدي تخمير سريع، ومعلقه سكر مع الخميره برضو بتسرع من التخمير. كاونتر مليان لون احمر. حلو زي الفل. طبعا انا بفرد العجينه عايز شكل مستطيل عشان هلفها رولز كده زي السينابون كده. انا وفرت عليكي بوكيه ورد، معرفش سعره كام بس ده الموسم بتاعهم اكيد هيكون غالي. وفرت عليكي تنزلي تجيبي دسته جاتوه من محل حلويات هتلاقيها برضو بالشيء الفلاني، انك تعملي الحاجه دي في البيت كده بطريقه سهله وبسيطه، وتعملي كمان اكل ولادك بيحبوه ويناسب الصغار والكبار. اه شفت العجينه؟ اه تمام. اه العجينه كده، ريح العجينه كده عشان عايزها بشكل مستطيل. شفت العجينه حلوه ازاي؟ نقطعها كده بشكل مستطيل يا عم الشيف. اللهم صل على النبي. مهم جدا وانت في المطبخ يكون عندك طاقة إيجابية. أنا دوري محدود. بنقعد مع بعض ساعة على الهوا. بنعلمك تفاصيل صغيرة. ولكن أنت طبعا حبك لأولادك ومشاعرك الصادقة اتجاههم بيخليك تعملي أحسن مني. أنا بديكي مفاتيح صغيرة. العجينة كده زي الفل أهي. ونشيل العجينة دي ما تترميش يا أمي يا أختي، خلي بالك تخليها في التلاجة تستخدميها استخدامات أخرى في يوم تاني مفيش مشكلة.
او ميني بيتزا. التوبنج بتاعنا اهوت، اللهم صل على النبي. شفت الحلاوه؟ ده اتعمل ازاي يا شيف؟ طماطم وزعتر وتوم وبصل على النار، شويه فول سوداني معاهم او شويه لوز، خليك انت احسن مني، او شويه عين جمل. ليه يا شيف بتحط مكسرات مع صلصه البيتزا؟ فرصه ولادنا الصغيرين بيحبوا البيتزا، ندعم البيتزا باوميجا 3. يوم الواد يطلع ما شاء الله ذاكر لوالده لباباه. جبت الذكاء يا واد ده منين؟ من باباك هو ده او لمامتك؟ اه المكسرات غنيه باوميجا 3. انا بقى مش هجيب الواد اقول له كل لوز كل فستق كل فول سوداني، لا، فرصه اهو مع صلصه البيتزا، حط له شويه مكسرات في قلبيها اهو، مش هيبان ان فيها مكسرات ولا في الطعم على اعتقد الا اللي بيركز جامد يعني. الاطراف طبعا مش عايز احط بيتزا عشان تمسك كده، وحتى اللون الاحمر جاي هي لوحدها. ما خلي بالك ده بتكوني في نيتك عايزه تعملي حاجه حلوه، بتلقائيا باللون الاحمر بيطلع معاك. انا مش حاططها في الحسبان خالص، الصلصه طالع لونها احمر ازاي ما اعرفش، اكيد بالطماطم بس لونها احمر غامق شويه، مديها شويه صلصه حلوه قوي. بنحط شويه جبنه، ده اساسي. كده ممكن نعمل حاجه حلوه برضو معانا. ده انا هديك احلى. شفت الجو ده؟ شوف المخرج لما يكون عايز يعمل حاجه حلوه اساعده، انا بقى دوري اساعدك. طالما انت نيتك من جوه عايزه تعملي حاجه حلوه، تقولي الشيف المغازي السهل الممتنع، الراجل ده بيعمل تفاصيل صغيره لها معنى كبير وطعم جديد، ما تيجوا نتفرج عليه على القناه الاولى اهو. البيتزا حتى طلعت بتتكلم حب اهو. جبنه في قلبيها كثيفه كده زي الفل. زيتون حاجات حلوه. يا سلام الزيتون كده لما ينزل على اللون الاحمر الحلو ده كده، السمار بيكمل الجمال. الشيب بيقول اشعار النهارده. هاخد لكم اللون كده، لسه ما خلصتش، اصبر على رزقك. معانا سجق، حاضر عينيا. السجق ده حلو، خلينا نقطعه برضو بطريقه كده، الطريقه دي خلي بالك مهمه جدا. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. عايز اعملها بالسجق، عايز اعملها باللحمه المفرومه، زي ما انت حابه، مفيش اي مشكله. عايز تعملها بالدجاج اختياري. اكلين ايه امبارح؟ اكلين دجاج، تبقى تعملها باللحمه. اكلين ايه امبارح؟ اكلين سمك، خليها بقى زي ما انت حابب. السجق يتقطع كده، تجيبي صدور الدجاج وتعمليها برضو بنفس الطريقه اختياري. انا بديك افكار وانت حر. حلو قوي، في محلول حمضي او محلول ملحي يعني، اللي هو عباره عن خل وميه وعصره ليمون وفصين من التوم. بتداوبي الميه في الخل والملح وعصره الليمون، شويه روزماري، جهز البرطمان، تجيب البصل ترصيه في البرطمان، تحط عليه المحلول ده وتقفليه جيدا زي ما بنخلي الخيار، بس التايم بتاع البصل اكتر من الخيار شويه. الخيار ممكن بعد اسبوع نفتح عليه وناكله، اما البصل لازم يقعد تقريبا 20 يوم. شفت بقى؟ ده السجق. وامليها بقى النهارده عيد الحب، خليكي كريمه عشان النجفه تيجي، عشان نغير حاجات كتيره ممكن عايزين نعملها، نجيب ثلاجه، نجيب الحاجات ديت بالكلام الحلو ده بيجي. عندنا الصينيه بتاعتنا جاهزه زي الفل، نحط فيها شويه فلفل، نحط فيها شويه فلفل زي الفل يا عم الشيف. فلفل الرومي ده حلو في قلبيها. ازود الجبنه كمان، العب. شفت ده؟ ايه الحلاوه دي يا عم؟ ايه الجمال ده؟ نقفلها بقى. يلا جبنه كتير علشان دي عايزه جبنه كتير. نلفها ازاي؟ ده البيتزا جاهزه. بص بقى، خلي بالك انا في الاطراف هنا مش حاطط حشوه توبنج، لا صلصه طماطم ولا حشوه بتاعتنا، بالراحه كده. بسم الله الرحمن الرحيم.
زي السينابون واحدة واحدة كده عليها. اه شفت الأطراف؟ أنا مش ايوه مدرسه. كل دي فيها حب والله العظيم صدقني. الرولز ده كله فيه حب، مشاعر صادقه. مفيش احلى من مشاعر الام تجاه اولادها، تجاه جوزها، ابو اولادها، تجاه حماتها اللي جابت جوزها، تجاه مامتها والجنه تحت اقدام الامهات. دي المشاعر. زي الفل، هنقطعها بالسكينه مع بعض. وحب اول قطعه كده انا مش عايزها، معلش هنستغنى عنها. وبرده هنا برده القطعه دي مش عايزها، الطبيعي هنخليها على جنب. حلو الكلام. وتعالوا مع بعض نعمل ايه بقى، كذا قطعه مع بعض كده ونقسمها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. بالراحه خالص كده. لا سكينه منشار، معلش. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تبص كده على الكيك المخملي، ايه ده؟ لا بالله عليك صلي على الحبيب وشوف الحب الصادق بقى. الحب لما تكون نيه 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 من جوه انك عايز تعمل حاجه حلوه. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه ده؟ ايه ده؟ حب طالع من الفرن. اللهم صل على النبي. اقفل يا سمسم، انا قفلت الفرن كمان. تمام، يلا حلو. البيتزا الرولز جواها تفاصيل كتيرة. فيها سجق، فيها جبنة، فيها صلصة طماطم متخدم عليها، فيها زيتون، فيها جبنة موزاريلا بكثافة، فيها تحط جبنة شيدر حسب الرغبة، فيها زعتر، فيها اوميجا 3، فيها بروتين حيواني، فيها تفاصيل كتيره، فيها حب، فيها تعالوا مع بعض الصينيه الحلوه دي كده. شيل اول قطعه وانت بتعمليها بقى. هنا التركايه، بص التركايه دي. تاني. بص اللي جاي لسه معانا كتير، خلي بالك. بص الطلعه دي. هو دي. طب تاني. بص اهي تحت منها. ليه يا عم الشيف؟ عشان تقفل معايا وتاخد الشكل الدائري زي السينابون. تاني. احلى حب ده عليك. تخيل بقى لما يجي جوزك من بره انت عامله له حاجه جديده بصراحه. يعني انت مش يعني مثلا كل يوم بنعمل صينيه بطاطس بالفراخ، بنعمل محشي ورق عنب، بنعمل حله كرنب، بنعمل داوود باشا، الاكلات اللي الشيف البغازي بيعملها. تعالي بقى تفنيني كده، خشي على صفحة القناة الأولى وصفحة أكلة أمي، هتلاقي الشيف المجازي عامل فيديوهات كتيرة. أنا شفت ببص كده لقيت تقريباً عامل 1500 فيديو. حلو الكلام؟ شوفي، خشي وشوفي، اختاري فكرة من الأفكار دي. مش عاجبك الشيف المجازي، شوفي برضو حد من أساتذتنا وهكذا. مش عاجبك لا ده ولا ده، اقعدي اتفرجي على ده وعلى ده وطلعت فكرة حلوة من جواكي تعمليها لأولادك وجوزك، حاجة جديدة. المهم إن تكون حاجة جديدة، يكون فيها حديث الساعة وحديث الايه القعدة. انا مش عايز اطول على حضراتكم، محتاج ان انا اطلع فاصل. سيبونا اعيش انا مع الرصة الحلوة دي كده، عشان عايزين نكفي الاولاد والعيال والاسرة والبيت. وخلونا ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف صينية مكرونة بالخضار جامدة جدا، البيتزا الرولز كلها حب جميلة جدا، والكب كيك في الفرن بتاعنا. وبمناسبة عيد الحب والايام الحلوة، اوعى تروحوا بعيد، تابعونا. We'll be right back.
ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. ايه الموضوع يا مغازي؟ احنا عملنا مع بعض النهاردة كيكة بتعبر عن مشاعر صادقة من ام عظيمة والجنة تحت اقدام الامهات لولادها لاسرتها لزوجها الحبيب لحبيبته الحبيبة لحبيبها وهكذا. تعالوا مع بعض هنعمل صينية مكرونة بالخضار لحضراتكم دلوقتي، ولكن خلونا الاول نزين الكب كيك اللي عملناه ده كده بشكل بسيط وسهل. بيتزين ازاي يا مغازي؟ معانا سكر بودر ومعانا كريمه لباني، مضرب صغير كده، واعلمك ازاي تعملي كريمه السكر البيضة وتقدري تلونيها برضو بالاحمر زي ما انت عايزه. ايه يا غالي، ايه رايك تبص على البيتزا في الفرن؟ بص البيتزا الجميله اللي هتغطي على كل حاجه. هو ده هو ده. بيتزا فيها تفاصيل كتيره زي المغازي ما بيقول. في الفرن بقولكش، هي دي اللي هتغطي على كل حاجه بقى. فيها سجق وفيها جبنه، الاولاد بيحبوا الجبنه الموزاريلا الكتيره في قلب الاكل في قلب البيتزا. حلو قوي. تمام، نقفل الفرن. تمام حبيبي. زي الفل. خلي الفراوله دي معانا عشان عايزينها. هناخد السكر البودر هنا وتعالوا مع بعض بطريقه سهله وبسيطه تعملي كريمه السكر. حلوه قوي. مضرب شويه سكر بودر حلوين كده، ولازم يتنخل. خلي بالك طالما هتعمليه كريمه لازم يتنخل كويس. يا نعم. مقادير الكيكة على الشاشة، بسيطة وسهلة في متناول الجميع. ادي المصفاية دي كده. طالما انت هتعملي كريمة السكر يفضل انك تنخلي الدقيق. خلونا نحط المكرونة على النار نكسب وقت تستوي. ماء مغلي مع قليل من الزيت والملح. بالشكل ده. هو ده. حلو قوي. نقلب دول كده. اعمل كريمه السكر دلوقتي ازين بيها الكب كيك ومقادير المكرونه على الشاشه. مكرونه سباكيتي او بنه، بس انا حابب طبعا تكون المكرونه سباكيتي في الطبق ده. انت مش حباها تحطي بنه عادي. كوسه، فلفل الوان، كتري من الاحمر النهارده، وعندك كمان ممكن تحطي لها سجق وجبنه موزاريلا وزبده وبصل وتوم وزعتر وكوسه، وانا عايز احط لها سبانخ احط لها. ابن الهرم الغذائي بقى. كوسه يعني حديد يعني معادن. شفت السكر ده لازم يتنخل كده. تشتريه في كيس عادي من اي سوبر ماركت، بس بتبقى فيه حبيبات نتيجة الرطوبة نتيجة ركنته، مفيش أي مشكلة. ما تتخضيش لما تشوفيه مكلكع عادي يعني. اصبري عليه شوية كده وهيديك اللي أنت عايزاه. العب. إيه ده؟ إيه الجمال ده؟ لو المكرونة هتختفي بعد شوية. هو ده. نقلبها لك. حاضر عينيا. شوف الحلاوة شوف الحلاوة. خلصت. هو ده. طالما حطينا زيت وملح على المكرونه حط ببطنك بطيخه صيف، لا هتعجن ولا هتتكسر منك خالص. بص عليها لسه اهي، بص سليمه زي ما هي. خلي بالك ولازم تكون الماء بيغلي. حلو قوي. ادي السكر عندنا جاهز. بننزل بشويه كريمه لبانه كده ونقلبهم.
شفتي شفتي الكريمه بتطلع ازاي؟ اهي كريمه السكر اهي اهي بشياكه اهي 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 اهي. عايزه كمان شويه؟ شويه كمان بس خلاص. في حليب مكثف بديل للكريمه اللباني. حليب مكثف شفت ازاي؟ عايزاها تخفيها شويه؟ هحط شويه بس خلاص بقى. ونمسك الكب كيك بتاعنا ده كده نغرقه من كريمه السكر دي كده. بص على القوام، بص على ده سكر بودر. شفت؟ تمام. هو ده. هناخد كده منه ونحط منه على الكب كيك بتاعنا ده. طبعا مع التبريد والتلاجة بياخد القوام بتاعه. عندك بقى فراولة زي نيب الفراولة، عندك شوكولاتة فرسي اللي هي الشوكولاتة اللي بتبقى حبيبات دي كده، حطيها عليها اختياري. حاجة فريش كده وعاملاها من ايدك. انا ضد انك تشتري حلويات من بره، اذا كان في حلويات وعندك مناسبه وما عندكيش وقت وعامله ديك رومي في الفرن ولا عامله فخده ضاني والفرن زحمه والمطبخ زحمه، اشتري حلويات. بس عندك وقت خش المطبخ كده يعني تسلي. الحلويات دي بعتبرها ايه، حاجات كده يعني مش طبيخ ولا شغل، ما فيهاش شغل، خلي بالك. زي الفل. لسه ما خلصتش، اصبر على رزقك. ده الاحمر مالي الاستوديو النهارده. انت جاي لابس احمر الصبح. هو ده. شفت الحلاوه؟ شفت الجمال؟ هو ده والله. حاجه سهله. حلو. الريد فيليبت او الكيك المخملي ده المسمى بتاعه. لسه اهو يا فندم اهو دلعك. حياتك عمرك كلها. لسه هو ده. دي صوص فراوله عادي بيتباع في اي سوبر ماركت. حلو الكلام. نعمل ايه كمان؟ معانا الشوكولاته اهيت. دلعك انا عارف مش عاجبك انت الحمار ده كله اهو. والله دي المدام اديتها لي الصبح وانا نازل اهو. شفت ده حب برضه اهو اهو، ان هي تفكر معاك اهو. شفت الجوده اهو؟ دي مش موجوده في سوبر ماركت اهو. زي الفل. الابيض انا عارف انت عايز الابيض اهو. هو ده اهو اهو اهو. حاجه حلوه. زي الفل. بس ده لو قدامي بصراحه انا بشكله اكذب عليكم يعني، انا عايز بالاخر حله محشي كرومب. تعالوا مع بعض نعمل صينيه المكرونه بتاعتنا اللي هنعملها دلوقتي ببساطه خالص. ازاي نعمل صينيه مكرونه بالخضار؟ البيتزا اخبارها ايه؟ بتفرحني كده وتبص عليها كده، ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ حلو. زي الفل. تمام. نروق الدنيا. تعمل كيك، تعمل بيتزا، تعمل مكرونه، مطبخك رايق، خلي بالك. عشان الحب ايه؟ يعيش. مطبخ مش تمام تلاقي كل حاجه في البيت مش ظابطه، خلي بالك. والله العظيم بكلمك الكلام ده من قلبي. مطبخك رايق وزي الفل، الدنيا حلوه. البيتزا دي نطلعها كده. اللهم صل على النبي. يلا تمام. تعالوا مع بعض سريعا. مكرونه خلاص استوت، طاسه شديده الحراره على النار. حب انا الشغل على النار، سيبك انت بقى. زيت زيتون. شويه بصل وشويه ثوم حلوين كده، مكعب زبده يساعد على الاحمرار سريعا، مهم جدا. بصلايه ناعمه. الله الله. اعمل انا الصوص بتاع المكرونه الحلوه بتاعتي. زي الفل. معانا السكينه. اقطع شويه خضار حلوين. الخضار بتاعنا فلفل الوان، كوسه، ده الفلفل الاحمر برضو احمر يا شفيق، ما تزعلش. بس واحده صفراء وواحده حمراء. حاضر. حاضر اهو. حاضر يا باشا. حاضر. ايه ده؟ نمسك الخضار ده كده نقطعه. كسرت لك اللون الاحمر. حلو. الخضار الجميل ده كده ينزل هنا. العب. حلو. معانا كوسه. فلفل الوان. جوزك بيحب السبايسي، حط شويه فلفل حار سبايسي. النهارده عيد الحب، ما تزعلهوش. شيل ده ورا كده.
الخضار معانا جاهز اهوت. نبدا نقلبه تقليبه كويسه. نستعين بميه المكرونه الحلوه. الله اهو. خلي دايما ميه المكرونه اللي بتستوي فيها مكرونه تستخدميها في الوايت صوص، تستخدميها في الصلصات بتاعه المكرونه. سبانخ معايا اهيت كمان. ابن الهرم الغذائي، ولادك بيحبوا المكرونه حط لهم سبانخ، مش هياكلوا سبانخ لوحدها ابدا، مستحيل. حطها مع جمبري مع وايت صوص، حطها مع دجاج مع وايت صوص، حطها مع مشروم، سبانخ اهو. الشويه الحلوين دول مش هيبانوا في وسط الايه؟ الهيصه دي. حلو كلام. سبانخ بقى اصبح ان الاكل بتاعي فيه حديد، فيه معادن. باخد شويه سلق مكرونه. العب 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 العب، هو ده خلص كده. ايه الجمال ده شيف؟ صلصه المكرونه. توابلك ايه يا عم الشيف هنا؟ شويه بهارات من الزعتر، ملح، فلفل، بابريكا، سبانخ. شفت السبانخ الناس ده غيرت مجراها ازاي؟ خلت لونها ومش باينه على فكره، ولو قطعت كمان زيهم مش هيبان. السبانخ طبعا زي من الخضروات الورقيه، زي الخس، زي السبانخ، عندك الرجله، عندك الجرجير، دايما لما بيتقطع ويتعرض لخل او يتعرض لمحلول حمضي اكيد طبعا شكله بيتغير. شفت دي الخضره جميله. نجيب البايركس بتاعنا والمكرونه بتاعتنا. اللهم صل على النبي. وعملنا شويه مكرونه لطاف حلوين زي الفل. نحط على الخضار بتاعنا جبنه، ده اختياري برضو. تبشر الجبنه فريش كده احسن، يعني لما تجيبي من عند البقال تجيبي من عنده مثلا ربع كيلو جبنه موزاريلا، انا افضل تخليها عندك مغلفه وتبشرها فريش، تبقى على وش المكرونه تبقى حلوه. اختياري برضو. زي الفل تمام. معانا شويه جبنه كمان باقيين عندنا من البيتزا بنحطهم. الاولاد بيحبوا الجبنه دايما جوه المكرونه. نقلب دول كده. يا دلعك الجبنه لعبت هنا دور حلو قوي، طعم وشكل طبعا، ولعبت دور في قوام الصلصه بتاعتي، خلت الصلصه ايه كثيفه، يعني انا حاطط ميه سلق مكرونه. خلي بالك، شفت المدرسه الطهويه المغازبه؟ هو ده. تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. طبعا ما تحرمهاش من شويه بقدونس حلوين زي الفل. اصبح ان الطبق بتاعي فيه كل العناصر الغذائيه. اخليه كده على جنب، اخد المكرونه بتاعت اللطيفه دي كده. اللهم صل على النبي. اهو يا باشا، اهو اهو خلصت. ايه الحلاوه دي يا ام غازي؟ ايه الجمال ده؟ اهو شوف المكرونه نازله ازاي من قلب الطبق، تتكلم مصر. اهو والحله ما فيهاش مكرونه، بص على الحله اهي. صينيه مكرونه بالخضار، اسرع صينيه مكرونه بالخضار. ناخد الخضار بتاعنا. شفت هو نازل على المكرونه ازاي؟ بيتكلم مصر. سبانخ، فيتامين سي، حديد، معادن، كل ده يا دلعك. وفيها الحب برضو الاحمر. ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي يا شيف؟ الف هنا وشيف اللي ياكل. هنقدمها هنا. اللهم صل على النبي. نطلع البيتزا من الفرن. عينيا، حاضر بسرعه عشان ما عندناش وقت بالشكل ده كده. لا ما اقولكش البيتزا بقى، صلى على الحبيب قلبك كتير. شوف البيتزا وجمالها، سيرفيس كبير كده. اللهم صل، هو ده اهو هنا. يلا اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه دي يا شيخ؟ لا والجبنه سايحه والحياه حلوه. بسرعه كده عشان ما عندناش وقت. تعالي يا حلوه. اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ مطبخنا النهارده تفاصيل صغيره. عينيا اهي، هي حلوه كده فله. تفاصيل صغيره ولكن دايما بقول المعنى كبير والطعم جديد. قدرنا نعمل كيكه لطيفه حلوه بتعبر عن مشاعر صادقه من اتجاه ام لطيفه وجميله لاولادها واسرتها. بنوته تخش المطبخ تعمل الحاجه الحلوه دي لمامتها لحبيبها. عندنا البيتزا عملناها برضو بطريقه سهله وبسيطه. عملنا طاجن مكرونه جميل او صينيه مكرونه بالخضار لطيفه. العصير اللي احنا شفناه من البدايه خالص ده عصير فراوله مع عصير مع صوص فراوله، بينضرب في الخلاط بيبقى لطيف وجميل. تقدر تحط له شويه فانيليا، شويه ميه زهر مع سكر حسب الرغبه، وتزينيه بالشمع الاحمر الحلو ده وشويه الحب اللي بيطلع من مشاعر جوه صديقه طبعا، اتجاه اسرتك واتجاه حبايبك وكل اولادك. رؤيه
فن ابداع بتشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا ابو غازي؟ من ماس بيرو. We'll be right back.